بونجور، معكم مدامها. أنا بختام الوحدة الرابعة بمراجعتها بآخر تدريباتها، تدريب التعبير الكتابي مع الموضوع بصفحة 92 92. هلا عندي التدريب ترتيب جمل، مي أن أوردر، رتب الجمل التالية بوغ أفواغ أن بتيت تكست، يعني مو حوار، نص صغير تنرتبه، بنشوفهم بعد نشوف كيف نرتبهم. لير دي ليفر، قراءة كتب، استوكي دي فيديو، وتخزين فيديوهات. ما ببدأ نص بليغ قراءة، لازم تكون قراءة وبعدها يكون جنبه في عندي كفاية فعل، هون نقطة، طالما انتهت بنقطة وما في فعل إذن ما بقدر ببدأ فيها. لورديناتور بورتابل، الكمبيوتر المحمول، إتان أوتي، هو جهاز فاسيل أبورتي، سهل الحمل. طبعا كتير ممكن تكون هاي الجملة الأولى، بس خليني أشوف البقايا. en plus، بالإضافة إلى ذلك، ما ببدأ نص ب en plus أبدا، بالإضافة إلى ذلك ما حكينا ذلك حتى نقول نضيف عليه. on peut télécharger، بنقدر نحمل de nouveau film، نقدر نحمل كمان أفلام جديدة. on peut aussi، ما ببدأ أي نص ب aussi أبدا، ما بقول انه نستطيع ايضا شاتي، انه نتحادث سيغ فيسبوك او تيليجرام، على الفيسبوك او على التيليجرام، اذا ما في اوسي ابدا. اون لوتيليز، ابدا ما ببدا بنص فيه ضمير، لانه ضمير يعود على جمله ذكرت سابقا ونحن لسه ما بدينا نستخدمه. شو هو؟ ما بنعرف. بوغ سيغفي، لتصفح سيغ انترنت، الانترنت شيرشي دي انفورماسيون، والبحث عن معلومات، وخاصة في عندي نقط كفاية كلمات. إذا أنا ما ببدأ نص أبدا في ضمير، ولا ببدأ بأسي، ولا ببدأ بأن بلوس، تمام؟ ولا ببدأ بكلام ما فيه فعل، لهون هي ليغ دي ليفغ، هي مي فعل، هذا فعل مأخوذ على أساس اسم أو مصدري، ما في له كفايته، وخاصة في نقطة. إذا الجملة الوحيدة اللي هي ممكن تكون أولى هي بي. هلا بعد ما نطلع البي نشوف البقايا. لورديناتور بورتابل، الكمبيوتر المحمول، هو وسيلة سهلة للحمل. هلا شو بدي أقول؟ أقول قراءة كتب؟ لا. أون بلوس، بالإضافة إلى ذلك، سما حكينا لنضيف. نستطيع أيضا؟ ما في أيضا، سما حكى شيء. إذا أون لوتيليز، نستخدمه. عرفنا من الإل هي ال كمبيوتر، إذا الكمبيوتر هو جهاز سهل حمله، نستخدمه لتصفح الإنترنت والبحث عن معلومات، وطلعوا مصدر. إذا هي بتكون الثالثة، في البحث عن معلومات وقراءة الكتب ومصدر تخزين الفيديوهات. هلا بقي عندي تنتين، هنن دي سي و دي. en plus on peut télécharger، وكمان بنقدر نحمل عليه افلام، وبنقدر ايضا نحكي على الفيسبوك او تيليجرام. التنتين صح، ليش؟ لانه بالاضافه الى ذلك بنحمل عليه، وممكن اقول وبنقدر ايضا نتحدث فيه. فاذا كان انا حطيت دي ولا سي بالقبل مو غلط، وهذا انا برايي ما لازم يكون هيك، لازم يكون تسلسل أزبط من هيك بهالتنتين بس، لأنه الجوابين صح، وإذا بيجيني هيك بالفحص الطلاب بده يضيع، لأنه ممكن أختم أقول بالإضافة إلى ذلك منحمل أفلام، ونقدر أيضا نتحاور على الفيسبوك، وبقدر بقول نتحاور أيضا على الفيسبوك، وبالإضافة إلى ذلك بحمل أفلام، فالتنتين ممكن يكونوا أي واحدة محل التاني. بقي عندي exercice 12، tu es journaliste، أنت صحفي، dans un magazine، في مجلة. tu as visité un salon، زرت معرض، des nouvelles technologies، للتكنولوجيا الحديثة. écris un article، article يعني عنوان، كلام، مصدر. pour montrer، حتى تحكي عن، les avantages، بس فوائد وسيلة حديثة تكنولوجية من اختيارك. ثلاثة فوائد، لا تحكوا بوجع العينين ولا تحكوا شو بضر، بدهم بس فوائد، ويفضل ثلاثة، لأن عملوا لي ثلاثة على الأقل، ما رح نزيد. لا تابلت، هذا العنوان. لا تابلت اتنوتي، هو وسيلة تكنولوجية بلو بتي
أصغر بلو ليجي وأخف كو لورديناتور من الكمبيوتر بورتابل المحمول. اون لوتيليز نستخدموه بور نافيغي سور انترنت، نستخدمه لنتصفح الانترنت. هاي وحدة. اون لوتيليز اوسي ونستخدمه كمان بور ريغاردي اون في فاصل، ريغاردي دي فيديو، نستخدمه نتفرج على الفيديوهات. Avec cet outil, cet engin, on peut télécharger beaucoup d'applications qui nous tatbiqat. Grâce à ces avantages, on doit penser, لازم نفكر vraiment حقا à acheter une tablette بشراء tablette. وهذا الاوريجين المصدر بوب ماجازين نيميرو عدد الرقم رقم العدد هو 100. إذن هذا هو الموضوع، الارتيكل عنوان مصدر مقاطع، ويفضل جملة بالبداية هي مثل تعريف الموضوع، ثم بدهم ثلاث فوائد، حطينا لهم ثلاثة وأكثر، وبحط المصدر، وبعد الكلمات تكون يعني بين 45 والـ55، يفضل تناخد علامتنا وننتبه لأخطائنا الإملائية. وخلصت الوحدة الرابعة، كانت معكم مدامها. Au revoir, à la prochaine fois. Bye bye.